السلاح تاع السوق ومقسم عليه حبة بيض، وتحبوا تزيدولها الحار راه يجي الشاهي حاجة خفيفة، ويديروها بزاف في الجزائر، وإن شاء الله تجربوها وبقاو على خير خواتاتي. وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، وبسلامة وشهيتكم الجنة. خواتاتي اليوم ندير لكم شريحة السوق جزائرية سهلة ومليحة. وش فيها؟ فيها كمية من السوق غليناه وقطرناه مليح، فيها شوية ثوم، فيها راس الحانوت، وفيها فيها العكر حلو وشوية ملح. ناخذ الزيت نحطه فوق النار، نديرو له الثوم، كمية من الثوم، نخليوها تتقلى هكا شوية في الزيت، نزيدو لها شوية راس الحانوت، شوية راس الحانوت، وكمية من العكري، نقليهم هكذا خواتاتي. حاجة سهلة وبسيطة ومليحة. نبدلو قصركم مرة باش ندير مرة درت لكم التورتة، اليوم نديرو بشريحة تاع السوق معروفة في الجزائر. نزيدو كمية من الماء، منكثروش خواتاتي الماء، نرمي فيها السلق تاعنا لي غليناه، هكذا خواتاتي، ونخليوه يطيب. من بعد كي يجي يطيب لنا نوريكم شنو باه نشدو السلاح تاع السوق. ومقسم عليه حبة بيض، وتحبوا تزيدولها الحار راه يجي الشاهي حاجة خفيفة، وديروها بزاف في الجزائر، وان شاء الله تجربوها وبقاو على خير خواتاتي. وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، وبسلامة وشهيتكم الجنة.